ولا ما انا رايح يا زفت، انا مش طالع افصح في دي بتنطط في وشي دلوقتي، واتخنقت من امي وغيري كل ما علي بلاقيها في وشي دي. خش جوه مفيش فلوس. في ايه يا واد انت بتزعق للعسل ده كده ليه؟ استغفر الله. بعد اذنك يا حماتي سيبيني انا بربي عيالي. بقول لك ايه يا حبيب تيتا، سيبك من ابوك ده بخيل مش هيديك حاجه. خد امسك يا حبيبي، انزل اخرج مع اصحابك وروق على نفسك. ودا خش جوه مفيش وشك هنا. انت بتجري بجد؟ والنبي انت زي العسل يا تيتا، ربنا يخليك لينا. حماتي اللي بتعمليه كده ما ينفعش، انتوا كده بتبوظيه وبتبوظي كل اللي انا بربيه، دول عيالي. زي ما هو ابنك هو ابن بنت 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 بنتي وانا اللي راه. اقول لك خش جوه، يعني خش جوه. مين في الادب دي؟ ما تحترم نفسك يا حماتي، في ايه يا راجل البيت هنا؟ انت هتعمل فيها كبير عليا. انت تعمل ايه يا حاجه؟ اوعدكم بالتغيير. ازيك سيد حاجي؟ طب يا جدعان يعني الف حمد الف شكر ربنا على المنظر ده، ولا يعني مش عايز اقول لكم اليوم ده كنت مبسوط قد ايه. طبعا ده كان اليوم بتاع تصوير اللعبه الجزء الرابع اللي هو التكمله بتاعتها بارت 2، بس بجد يعني انا كان نفسي اصور معاهم كلهم، فانا قلت اعمل لهم الفيديو ده اللي هم مصور فيه ما انزلهم بقى عندي على تيك توك، عشان هم كانوا عايزين انزل صوره عندي، فنزلت لكم الفيديو عشان ما اعرفش اصور معاكم، بس ان شاء الله المره الجايه اصور معاكم كلكم واحد واحد. وبجد متشكر جدا 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 لكم كلكم.